حالة من عدم السيطرة والتوازن رافقت محمد ووعد وفرح منذ نعومة أظفارهم، فلا علاج شافيا لقلوب والديهم اللذين عجزا عن تأمين أبسط احتياجاتهم. كاميرا رؤيا زارتهم ورصدت معاناتهم وعادت بالتقرير التالي عن الأخوة الثلاثة. أطفالي الثلاثة محمد ووعد وفرح طبعا نفس المرض مريضين فيه اللي هو عدم توازن، غير قادرين على استيعاب الحياة يعني، ووضعهم صعب يعني صعب صعب. والله بتمنى لأولادي يعيشوا يعني ربع الحياة اللي عاشها الأولاد العاديين. الحمد لله كثير انعروا اولادي، انعروا حتى ابني كان يفسر على مسابع وما عرف يروحها. يا لو ما بحكي بس انا بفهم عليه كل شيء، ابني كل شيء بفهم عليه بحس فيه. اعراض وتشنجات، عدم توازن، عدم السيطرة احيانا يعني بسيطرش على الولد على حاله يعني انه يقوم باعماله العاديه يعني. بعالجهم في مستشفى الجامعه بقيت على حساب التامين، بعدين بطلوا يعطوني تحويلات المستشفيات، صرت اعالجهم على حسابي الخاص. والله الجهات انا بتمنى انه من وزير الصحه انه يكون الدواء هذا متوفر بكل المستشفيات في المملكه، مش بس بمستشفى البشير يعني، مستشفى الزرقاء الحكومي، مستشفى معاذ بن جبل عندنا في الأغوار الشمالية لازم يكون هذا الدواء موجود فيه، لازم يكون في دكتور أعصاب عندنا هناك في هذا المستشفى. على قال لي إنه الواحد يروح يأخذ الأولاد على المستشفى يعالجهم يجيب دواهم، ما يتغلب يظل طالع على الزرقاء على عمان على هون على هون. وأدعو يعني الناس الطيبة في هذا البلد، الحمد لله الله يكثر خيرهم، إن شاء الله إنهم يقدروا يساعدونا في أن بس نوقف على إجرنا ونقدر نكمل مسيرة هالأطفال.